نحن الآن في زمن التغيرات، وكثير منا عنده أشياء في داخله ولكن مو عارف وين يتوجه وكيف يوظفها. حلم الكثير من السيدات أنها تكون في منصب ووظيفة مرتاحة فيها وتلبي كل احتياجاتها وتساعدها على التقدم والتطور في مجالها الوظيفي والمهني. الموضوع ما هو بسيط ولكن مو صعب، كل اللي تحتاجه تخطيط جيد وممارسات فعالة تساعدك. اليوم سيدتي يستضيف المستشار عبد العزيز المبارك، مستشار التنمية البشرية والإدارية. حياك الله أستاذ عبد العزيز. الله يحييك، يا أهلا وسهلا، حياك الله وحيا المشاهدين جميعا. طبعا أنت اليوم منورة وسعداء كثير بوجودك معنا، وكثير محتاجين مثل هذه الوقفات مع الأساتذة اللي مثلك عشان نتكلم عن التخطيط الصحيح وكيف نبي نوظف قدراتنا وكيف نبدأ الخطوة الأولى وين نتوجه. يعني كل واحد عنده مخطط، إيش هو أول شيء الأسس اللي لازم نحطها؟ جميل جدا. طبعا قبل كل شيء لازم نعترف أنه إحنا مجتمعنا، يعني المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع السعودي خاصة، إحنا ما تربينا على التخطيط للأسف. والتخطيط من أهم أساسياته التوثيق، اللي استخدام الورقة والقلم والتسجيل والتدوين، وهذا تماما مو موجود عندنا للأسف. بل اغتيل، جاء مرحلة في تعليمنا اغتيل هذا الشيء وبدأ يرجع الآن الحمد لله. وعشان نخطط بشكل صحيح لازم نعرف الخطوات الصحيحة للتخطيط، أو لازم قبل كل شيء لازم نحن نستشعر أهمية هذا الشيء. لأن بعض الناس يسمع التخطيط بس من جواته يقول له مهم، بس من جواته هو لسه ما آمن بهذا الشيء. فأول شيء لازم يكون عندنا إيمان تام بأنه التخطيط حاجة مهمة في حياتنا جدا. وبعدين نبدأ نتعرف على خطوات ما هو التخطيط. التخطيط يعني بشكل مبسط هو وضع صورة تقريبية للمستقبل، هذا هو يعني وضع هدف وصورة تقريبية لهدف أو أهداف في المستقبل. طبعا ليش قلنا تقريبية؟ لأن العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي نسأله دائما أنفسنا، إحنا لو خططنا وحققنا لو 10% من الأشياء اللي خططنا لها هذا يعتبر نجاح، على الأقل تحركنا من المكان اللي احنا فيه. لكن من المعيب ان احنا نقعد ونقول والله الأمثلة حقتنا كل شيء ان شاء الله بيصير ايجابي، والله بيسهلنا امورنا. الله طبعا اكرم من مما نتخيل، والله سبحانه وتعالى ينظر للشخص الذي يعمل. والتخطيط أداة مهمة جدا. وعشان نخطط التخطيط ببساطة، يعني مع احترامي لأساتذتي الكبار في التدريب والاستشارات، ببساطة هو 5 خطوات رئيسية وبسهل ان احنا نتعرف عليها، اي واحد يقدر يقرا عنها في اي مكان. ويقول المشكلة هي في التطبيق دائما. فالخطوات الرئيسية اللي بس هي، بس استاذ في ناس كثير ما تعرف وش الخطوات الأساسية يعني في هالموضوع، لازم اول شيء نعرفهم بالخطوات الأساسية وبعدين نتكلم عن موضوع التطبيق. جميل جدا، انا بتكلم عن الخطوات الأساسية للتخطيط وبتكلم عن نقطة مهمة جدا. اول خطوة في التخطيط هي عملية التشخيص، اللي هو معرفة وضعي الحالي. أنا وين أقف الآن؟ وش العلاقات اللي عندي؟ وش الإمكانيات الموجودة؟ وش الفرص المتاحة في المجتمع؟ وش البدائل اللي عندي؟ طيب لو في عقبة ظهرت لي، هذا اسمه التشخيص. وهذه المشكلة الحقيقية اللي نقع فيها دائما، إن احنا نخطط في حياتنا دائما نحط لنا أهداف، ودائما الأهداف هذه ما نستخدم التوثيق فيها. وفي علم الإدارة يقول لك أي شيء غير مكتوب غير حقيقي، هذا ثابت، وهذا هو مبدأ التوثيق وجاي من ديننا أصلا. في هاية الدين الفلوس أهم شيء في حياة الإنسان، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نوثق فاكتبوه. فكيف الأشياء الثانية بعد التشخيص؟ نجي لمرحلة لما أعرف كل شيء، التهديف اللي هو وضع الأهداف. اللي يصير عندنا دائما أن احنا نضع الأهداف وما نشخص. وأنا بضرب أمثلة، أنا أحب دائما أضرب أمثلة، لكن بينهم أذكر على عجالة بينهم 3 خطوات أيضا، اللي هي التنظيم، وهو تجزيء الهدف الكبير اللي هو لما حطيته الهدف هذا اللي بعض الناس يسمونه الرؤية الفيجن، إلى أهداف جزئية أو مرحلية نسميها. بعدين عملية التنفيذ اللي هي وضع هذه الأهداف في جداول زمنية للتنفيذ. بعدين نجي لمرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة التقييم، اللي إني أحط نقاط زمنية ومعايير عشان أقيس عليها كل فترة وين أنا وصلت، وهل أنا ماشي في المسار الصحيح، وهل عندي مثلا عقبات معينة أو عثرات عشان أعرف وشلون أصلحها أو أوجد خطط بديلة، أو هل أنا متقدم على اللي أنا وضعته عشان أعرف أستفيد من هذا التقدم. جميل. اللي يصير عندنا ببساطة أنه إحنا نضع أهداف ونتجاهل دوما الخطوة الأولى اللي هي التشخيص. وأنا أضرب مثال بسيط، حنا في حياتنا العادية لما واحد يجي حرارة ولا صداع ولا يجي عند الزملاء ولا عند في العمل ولا أصحابه يقول لهم والله أنا حاسس اليوم، اللي يقول له زنجبيل واللي يقول له كمون واللي يقول له فلفل واللي يقول له
أشياء كثيرة، بينما الوضع الحقيقي الوضع الصحيح أنه يذهب إلى الشخص اللي يقدر يحدد مكمن الخلل، هذا هو التشخيص. نعم. وعلى سبيل المثال أنا أعطيك من الحياة العامة بالنسبة للشباب والشابات بالذات، كثير ويمكن يزعلون مني الناس اللي عندهم معاهد لغة إنجليزية وأكاديميات، كثير من الشباب والبنات أولادنا ما عندهم مشكلة في اللغة الإنجليزية، يفهمون ويقرؤون ويكتبون، لكن المشكلة الحقيقية هي في أنهم لازم يتحدثون النطق. نعم. فاللي يروحون يصرفون آلاف ملايين ريالات في على الكورسات اللغة الإنجليزية ولا يستفيدون، لأنهم ما قدروا الخطوة الأولى اللي هي التشخيص، لأنه يروح يرجع في الكتابة والقراءة ريدينج وليسنينج ورايتينج من جديد، هو مو محتاج هذا الشيء. والدليل على كلامي انه احنا نلقى مثلا الناس من كبار السن اللي يشتغلوا في شركات فيها مثلا اجانب كثير نلقاهم يتكلمون بطلاقه وببراعه جدا، يمكن بعضهم ما يكتب ولا يعرف يقرا انجليزي بس انه يتكلم ببراعه. نعم. وهنا لازم نعرف انه التخطيط اهم خطوه فيه هي التشخيص اللي معرفه الوضع الحالي تماما وبدقه. جميل. وجمع المعلومات هذه مهمه جدا. جميل. والتطبيق هنا نرجع للشق الثاني، انه احنا نكتب خطط احيانا ولا نلتزم بالتطبيق، وهذه مشكله كبيره جدا، لانه اهم شيء في النجاح احنا عندنا من اهم معايير النجاح الالتزام والانضباط بالشيء اللي انت تسويه. يعني على سبيل المثال انا حطيت لي خطه، وخطتي هذه تقول اني كل مثلا يوم معين في الاسبوع من الساعه كذا للساعه كذا عندي شغل، احنا مشكلتنا لو اتصل علينا احد وقال والله عندنا جمعه شباب وزملائنا مجتمعين راح وتنازلنا عن خططنا وانضباطنا. يعني هل الانسان اللي ما يلتزم بالمخطط او من الوقت هذا نعتبره انسان فاشل؟ مو بانسان فاشل، هو عنده قصور في الانضباط. مهم شوفي او ممكن يأخر القناعه اللي عندي أو انا القناعه اللي عندي انه ما في انسان فاشل في الدنيا هذه كلها. نعم. اللي خلقها ربنا، لكن في انسان يمارس الفشل بهواه وبمزاجه. انت لما تروح انت تقول اي بعدين، وتروح تدور على الاهداف القريبه انك تسلي نفسك. نعم. وتترك الاشياء المهمه حتى لو انها فيها ضغط على نفسك، هي عمليه ضبط للذات في النهايه، هذا التطبيق. طب كيف المراه يعني تقدر تسوي كل هذه الخطوات واذا كانت هي ام عامله عندها اطفال وعندها عائله وعندها التزامات اخرى، كيف راح تقدر توازن ما بينها وما بين خططها بالثلاث نقاط اللي تكلمت عنها؟ جميل جدا. لازم يا استاذه نعرف انه احنا عندنا فعاليات في حياتنا ونشاطات يعني يوميه، وعندنا نشاطات مهمه ونشاطات غير مهمه. يعني مثلا البيت والاولاد مهمين والزوج والام مهمه، هذه الاولويات. اي لكن بس اذا تبي تسوي مشروع ناجح عندها كل الخطوات ذي، كيف راح تقدر تجمع بينهم؟ عادي تقدر بالتدريج. احنا دائما شوفي هذه المشكله الحقيقيه، أنا صعب أجي أطالب المجتمع السعودي بين يوم وليلة أقول أعطوني خطتكم الكبيرة وابدأوا نفذوها الحين. نعم. لأن إحنا ما تعودنا، لكن إحنا نبدأ بالتدريج. هي تبدأ بشيء صغير، مثلا تبني مهارة معينة. نعم. تتدرب على شيء معين وتحط لها يوم في الأسبوع لمدة شهرين ثلاثة، ويكتب طبعا، إحنا نتكلم عن الجداول، هذه الخطة هذه مهمة جدا. وأنت تطرقت لنقطة مهمة جدا اللي هي نقطة التدرج. إحنا مشكلتنا نسوي الخطة ونبغى نطبقها من ثاني يوم كلها كاملة، نملى وقتنا بالخطة، وهذا خطأ. أصلا إحنا ما خلقنا على هذا الشيء. القاعدة الكونية واللي سنها الله سبحانه وتعالى في الكون أنه كل شيء يجي بالتدرج. نعم. حتى في طريقة إبلاغ الرسالة، حتى في طريقة خلق الكون. الإنسان ما هو آلة، حتى الآلة يعني الطائرة لما تيجي تقلع من نحس أنها بتتفكك وذا، لأنها تنتقل بسرعة من مستوى لمستوى من حالة لحالة. الإنسان يختلف تماما، ما نقدر ننقله على طول. الجسم والجسد والعقل والنفس ترفض هذا الشيء أصلا. من هم الأشخاص اللي ممكن تستعين فيهم المرأة من أجل خططها الوظيفية والإدارية؟ طبعا أنا بقول لك على شيء، الحين المعلومة متاحة، احنا ما نبغى نستعين بأحد، حتى المستشارين. يعني في كثير مستشارين يعني جزاهم الله خير، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الاتصال، عن طريق الإيميلات، ممكن يعطينا نصائح ويعطينا خبرات، واحنا ممكن نقرأ، موجود الشيء. المشكلة زي ما قلت انت في التطبيق. لما اجي اطبق انا لازم استعين، شوفي دائما، لان مرحلة تنفيذ الخطة اللي انت وضعتيها هي مرحلة التغيير. ففي التغيير اول من يصادمك مين؟ نفسك، ذاتك. نعم. لأنها ما تبغى تتغير، دائما الإنسان عنده رفض اللي نسميه مقاومة التغيير. نعم. بعد ما تقدر على نفسك من يجيك الدائرة اللي حواليك، أقرب الناس لك أمك أبوك أختك أخوك زوجك أولادك. لا يا شيخ ترى لا تصير مبايخة وما أدري، أنا عندي شغل الوقت هذا قاعد. نعم. أسوي كذا، وهم متعودين عليها أنهم أي وقت يبغونها تسوي لهم، تقوم تطبخ لهم، تقوم تروح معهم، تقوم. فإذا
يعني أول نقدر نقول هذه هي العوائق. نعم هذه من العوائق. من العوائق اللي تعيق المرأة. نعم تعيق المرأة وتعيق أي شخص يخطط. نعم. أول شيء نفسك لازم تتمكن منها، بعدين احنا الناس القريبين نسميهم او الناس المحيطين في المجتمع عندنا نسميهم شبكات الدعم. نعم. فاول شبكه عندي اللي هم الاقربين، لازم هذول الناس اللي ابدا استهدفهم لما اجي انفذ خطتي، انه اجلس معاهم وانا ابغى اسوي كذا وابغى اسوي كذا وانا حطيت خطه وانا لازم امهد لهم هذا الشيء، لانهم احيانا ممكن ينصدمون فيك، يعني يقولون ما عرفناك انت وش السالفه، يعني صح ولا لا؟ واحده مثلا غير كانت غير منظمه وغير مرتبه ما عندها الفكره هذا، وتجي فجاه مره واحده لا انا عندي شغل انا ما اقدر اطلع في هالوقت انا. اذا ناخذ المساله اول شيء بالتدريج، ثاني شيء نستخدم شبكات الدعم اللي حوالينا نستفيد منها، بعد ما نجلس مع انفسنا ونطوع انفسنا. والحقيقه يا استاذه انه على يعني مدى احتكاكي بالشباب خلال 20 سنة أو أكثر، المشكلة عندنا داخلية، يعني أنا مثلا نعطيهم أحيانا لأن أحضر دورات تدريبية كثيرة وأعطيها، فنعطيهم أحيانا بعض الأشياء اللي مو يطبقونها مع أنفسهم ولا مع مجموعات، تخيل نيجي ثاني يوم وهو في نفس اليوم نقول لهم مين سوى كذا، أحيانا مهام بسيطة. نعم. يعني بدون مبالغة نسبة يعني لا تصل 1% ولا نصف يعني فاصلة 5% من الناس اللي انهم سووا ولا طبقوا، احيانا ما في احد طبق. فاذا المشكله الحقيقيه مع انفسنا، احنا ما وعينا اهميه التخطيط والتغيير الى الان على فكره. احنا عايشين يعني لازم يعني لازم اول شيء يكون في دورات مختصه وتوعيه للناس بهذا الموضوع. واكيد راح يكون لنا وقفات ثانيه معك استاذ العزيز، نشكر لك وجودك الله معنا. يعطيكم العافيه. يعني الوقت مو قاعد يسعفنا بان نكون معك وقت اطول، بس باذن الله لنا وقفات الايام الجايه. الله يعطيكم العافيه، شكرا على الاستضافه، شكرا للاستاذ المشاهد. شكرا شكرا. طبعا كان معنا الاستاذ عبد العزيز المبارك، طبعا هو مستشار التنميه البشريه والاداريه، واكيد راح يكون معنا في الايام الجايه. اما الان فريق سيدتي جهز لنا هذا التقرير، خلنا نشوفه مع بعض. قد أصبح العالم يتسم بالمنافسة، وأصبح الأمن الوظيفي أمر من الماضي مع المتاهات المعقدة التي ظهرت مؤخراً. فكيف يضمن المرء استمرار نجاحه الوظيفي والمهني وسط هذه التحديات المستمرة؟ سيدتي تقدم لكم 6 نصائح تساعدكم في دفع مسيرتك المهنية نحو الأمام واستمرارها على المدى الطويل. حددي أهدافك، فلا بد من معرفة الموقع الوظيفي الذي تودي أن تكوني عليه في المستقبل، ووضع خطة زمنية وأهداف واقعية يمكنك تحقيقها. اعرفي نفسك، فمعرفتك بنفسك تساعدك في تحديد نقاط الضعف والقوة في شخصيتك لكي يتسنى لك العمل على تحسين مجارات نظرائك في العمل. لا تتوقفي عن التعلم، فكل منا يتمتع بمهارات قيمة لا يمكن الاستغناء عنها، غير أن إتقان تلك المهارات وحدها دون تطويرها قد لا يفيد، فلا بد من التدريب والتعلم المستمر لتطوير مهاراتك. كوني شغوفة في عملك، فحب العمل أمر يسهل ملاحظته وله تأثير واضح على الآخرين، بالإضافة إلى عملائك حيث سترينهم منجذبين إليك كلما ظهر حماسك وشغفك للعمل. كوني ذكية في تنفيذ عملك، على كل موظف أن يركز في عمله على الجوانب التي تؤثر على عمل الشركة فعاليتها، فلا يقتصر النجاح المهني على عدد الساعات التي يعملها المرء، وإنما يعتمد على قيمة الإنتاج النهائي. على كل موظف أن يركز في عمله على الجوانب التي تؤثر على عمل الشركة فلا يقتصر النجاح المهني على عدد الساعات التي يعملها المرء، وإنما يعتمد على قيمة الإنتاج النهائي. هذه نصائح سيدتي للعمل الناجح. أما الآن مستمرين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا في سيدتي بعد الفاصل. هل أشغلت الحياة العصرية المرأة السعودية عن شغف الأمومة؟